السلام عليكم. اليوم حنعمل مع بعض الصابون العطري بمكونات بسيطة جدا. بحاجة للصابون جليسرين الخام، بحاجة لقوالب سيليكون الشكل المرغوب، بولة ألوان عطر. طريقة بسيطة جدا جدا، بقطع الصابون الخام بدخل عليهم الألوان، اللون المرغوب ممكن أحمر أخضر زهر، ممكن أدمج الألوان، راجع لزوجك ولا رغبتك. الألوان عبارة عن ألوان المايكا، في منها السائل في منها البودرة، طبيعي جدا. ممكن أنا أستعمل كمان زيادة الجليتر، فهي راجع إليك. 2 جرام عطر فواح، أنا هون استعملت التوليب، أنا كتير مرغوبة ومطلوبة بس. وبدوبهم بالمايكروويف لمدة 3 دقائق بطريقة متقطعة، تمام، أو على عين الغاز على نار هادية جدا، ما بين 3 دقائق لـ5 دقائق مع تحريك أو التقليب المستمر. هلأ احنا بعد ما ذوبنا الصابون الجليسرين لمدة 3-5 دقائق، بدي أحضر أنا قالب السيليكون. بحضره بالطريقة هاي بإني أنا أرش مادة السبيرتو، ببلش أصب بالقالب. القوالب هنا الفكرة أنها بتيجي حجمها صغير، مختلف تماما عن المناسبات أو العلاجي والعادي. هذول بستخدمهم في الخزانة، في أدرج في الأدراج، في المطبخ، بيعطوا ريحة. الفكرة منهم الريحة، ريحة زاكي أو معطر زاكي على شكل صابونة. دققين شوي فيها بهدوء، بحاجة نضبط أعصاب شوي، وهيك بيكون جهز معانا الصابون المعطر. برجع كمان مرة بستنى يهدى، وهيك بيكون جهز معانا الصابون المعطر. وبيتكم عامل